يعني لا يعني عندهم اختيار ثلاثة يا فلان يا دارك يا دار مولاي هذا السكن شوف على الزور رجع انا لكن ما ايوا صافي هيا شوفي فكرني بالشيطان بالشيطان يسولك واحد المثال عاد سولك صافي متابعي قناة تيفي مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو المباشر من مدينة الرباط بالضبط بملعب مولاي الحسن. يعني مدرجات فارغة من الجماهير أقلية الجماهير جات حاضرة لهذه المقابلة جات تشجع اتحاد تويكا هنا في ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط في مقابلة ما بين الوداد الرياضي واتحاد تويكا ضمن منافسات البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول المقابلة جمهور اتحاد تويكا الحاضر في هذه المقابلة في حين جماهير الوداد قطعت المقابلة التي تلعب هنا في مدينة الرباط بملعب مولاي الحسن. هذه أجواء قبل انطلاق المقابلة بدقائق. تشوفوا معنا أجواء مقابلات ما قبل مقابلة بين الوداد الرياضي واتحاد تويكا تنطلق بين الحضرات بمقابلات البطولة الاحترافية حضور جماهير اتحاد تويكا في حين جماهير الوداد قطعت المقابلة. بخصوص التشكيلة الرسمية لفريق الوداد الرياضي فكانوا فيها مجموعة من التغييرات حراسة المرمى يوسف المطيع عادل رمزي استعان التشكيلة ديالو كل من أسامة محمود أنس الغاز عبد الله حلمود جمال حكاس إلياس شتي الشرقي البحري أيوب العملوك سفيان أحمد سيف الدين بوهرة وأرسين زولا. هذه التشكيلة الرسمية اللي اعتمدها المدرب عادل رمزي شتي هما الجداد في التشكيلة. إذن حضور جماهير اتحاد تويكا في حين غياب الجماهير الودادية من قاطعين المقابلة التي تلعب هنا في مدينة الرباط بملعب مولاي الحسن ضمن منافسات البطولة الاحترافية علما أن فريق الوداد خاض 8 ديال المقابلات في حين باقي الفرق خاضوا 11 مقابلة بسبب أنه كان عنده مؤجلات لأنه كان مشارك في منافسات اللي كانت في أول نسخة ليه. في حين مدرب فريق اتحاد تويكا دخل بالتشكيلة الثانية عبد الرحمن الحواصلي هيثم مانوت وأيمن مريد محمد شلال أيمن بيراني وسايمون بالإضافة لغواد أيتم قدم بديع أوف وأمادي غاديو إلياس لقريني وطاهر أحمد. هذه التشكيلة الرسمية اللي اعتمد بها مدرب اتحاد تويكا اللي كانت مغايرة على التشكيلة اللي دخل بها في المقابلة السابقة. إذن هذه أجواء مدرجات بملعب مولاي الحسن حضور جماهير اتحاد تويكا في حين غياب تام لجماهير الودادية لقطعات المقابلة. لحظات قليلة تفصلنا عن انطلاق مقابلة اليوم. أنا
إذن متابعي قناة شوف تيفي، شكرا لكم على الفيديو، وصلنا لنهاية ديالو.